صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج ديربي. بداية أسبوع نتمنى إن شاء الله تكون بداية سعيدة وأحداث رياضية جميلة في هذا الأسبوع على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي أو العربي. خنرحب بضيوفنا ومحللينا متواجدين معنا اليوم، على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانب أيضا مدربنا الوطني مدرب فريق صبيخات كابتن أنور يعقوب، على اليسار الخسران والفايز يم بعض اخونا العزيز مدير فريق كاظمه منصور التنيب، نقول له هارلك يا مرحبا، وبجانبه مساعد مدير الكره اخونا في نادي الشباب طبعا اللي مبارك له اخونا علي كنكوني. صبحكم الله بالخير يا اخوان. صباحك الله بالنور. يا هلا ومرحبا فيكم، مشكور على تواجدكم معنا، وهارلك وبدر مبروك علي. الله يبارك. اللي حاب يشاركنا ارقام، ادري انت بتعلق على لا ما نعلق على احد بالعكس. زين. ارقام هواتفنا. زين اوكي. ارقام هواتفنا تخاف من ابو علي كنك تخاف تقطع يستلمك. هم شيء هم لا يتهاوشون. الغالب والمغلوب لا يتهاوشون. لا عندي 500 صوت له خليني اقول له. اللي حاب يشاركنا هذه ارقام هواتفنا، نسعد دائما بمشاركاتكم مداخلاتكم تعليقاتكم في اي موضوع رياضي بالتاكيد. الشكر ايضا لمتابعينا في تويتر انستغرام في اليوتيوب، ونشكر دائما كل من تفاعل معنا ويتفاعل معنا ويضيفنا في وسائل التواصل في حسابات التواصل الثلاث. خل اشكر رعاتنا وداعمينا شركه كيو اي تريد اخوي محمد النصار، كل الشكر لك. اطياب المرشود اخوي وليد المرشود وعبد اللطيف الايوب، كل الشكر لكم. بن العميد اخوي صالح دشتي، مهند الصباغه، كل الشكر لكم. اخوي سلطان العنزي والاخوان في مطعم سيامي وسطى، وننوه ان شاء الله يوم 22 عندهم افتتاح كبير في جراند افنيوز فرع جديد لمطعم سيامي وسطى. بالتوفيق لك يا اخوي ابو عمر ولكل القائمين على مطعم سيامي وسطى، وان شاء الله يعني احنا نتشرف ونسعد بهذا خلينا نقول الزياده في هذه الزياده لفروعكم واحنا معاكم، فهذا امر يسعدنا بصراحه. ودائما رعاتنا وداعمينا نفرح لفرحهم، وبالتاكيد هم يفرحون لفرحنا. شكر ايضا لمطعم كنافه وعجين ومطعم التسيمو، شكر لدير اندير اخوي محمد العنجري مدام شاديه، وفي النهايه شكر لاخوي طواري مدلول وكيل جي فوفوزيوس في الكويت معرض بريميرو سبورت. قبل لا نبدا كالعاده دعواتكم يا اخوان حق اخونا عبد الله السبتي، لاعب منتخبنا سابقا ولاعب النادي النصر، يعني يمر حاليا في فتره صحيه حرجه للغايه، فدعواتكم ان شاء الله لا يعدي يعني يعدي من هذه الازمه الصحيه ان شاء الله، وبحاجه بصراحه لدعواتكم جميعا، فلا تنسونا بالدعاء في هذه اللحظات وفي كل لحظه بالتاكيد ان شاء الله حتى يعدي من هذه الازمه. قبل لا ابدي، يمكن تذكرون طرقنا قبل يومين لموضوع الصورة في المسجد الكبير، صورة اللاعب دينيس سواريز، وأنا أمانة يمكن لما تكلمنا في الموضوع بعد الحلقة مباشرة وحتى يمكن ثاني يوم في مجموعة من الأخوان اللي يرتادون المسجد الكبير عادة ويصلون في هذا المسجد، أمانة وصلوا رسالة يشيدون فيها بالأخ محمد المتعب مدير المسجد، ويشيدون بعطاء ومجهود أخونا أبو عبد الكريم، وأيضا يشيدون يمكن أكثر من شخص أسلم بسبب هذا الرجل، طبعا بسبب خلينا نقول الصورة الطيبة اللي يعكسها للرجل المسلم أثناء شرحهم للأمور اللي تخص. تدرون لما أحد يزور المسجد فيبدي الشرح، ودائما أخونا أبو عبد الكريم محمد المتعب مدير المسجد شرح راقي وعمل راقي، فأمانة هذه رسالة وصلوا ليها بعض الأخوان ومجموعة كبيرة من الأخوان اللي يصلون في هذا المسجد. عموما أخونا رومي الرومي مدير إدارة المسجد الكبير في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية علق على الموضوع وأكد أن هناك ضوابط وشروط محددة لزيارة المسجد الكبير عن طريق الجهات الرسمية، وهو ما كان معمول به منذ عام 94. طبعا البيان اعتقد كلكم قريتوه وشفتوه، واحنا ايضا نشيد باخونا رومي الرومي والبيان اللي اصدره، لكن كنت اتمنى من الاخ رومي لان هذه هي النقطة اللي هي مثار الجدل، احنا ما نبي نناقشها لان يمكن هي امر يخص الفتوى يخص
يعني هذا أمر ديني صراحة، ما نبي نفتي فيه ولا نبي نتعمق فيه، لكن النقطة اللي إحنا الرياضة خلنا بس النقطة اللي حتى يمكن أخونا رومي الرومي في بيانه ما تطرق لها أبدا، تطرق لموضوع ملابس النساء لكن ما تطرق لموضوع ملابس الرجل. يعني إحنا النقطة اللي أو اللقطة اللي عرضناها يا أخوي رومي وما نبي نتشعب أكثر في هالموضوع، لكن هي كانت مثار الجدل إنه لابس شورت، فهذه النقطة هل يجوز؟ يعني أتمنى أن تفيدنا يا أخوي رومي كونك أنت يعني ما شاء الله يعني مدير المسجد ويعني رجل فاضل، رجل يعني مطلع يمكن أكثر منا على هذه الأمور الدينية، لأن أحد الإخوان جزاه الله خير دزلنا تغريدة يعني يقول في يعني آراء مختلفة من المذاهب الأربعة حول هذا الموضوع. أنا مرة أخرى ما أبي أقلب البرنامج ديني، لكن إحنا النقطة اللي نتمنى توضحها للجمهور عشان لا يعني لا ينثار الموضوع مره اخرى، يمكن باكر يضيف اخر ويكون لابس شورت، هل يسمح له يدخل المسجد؟ هل يجوز لا يجوز؟ هذا الامر لابس شورت يعني اي لابس شورت وتحت الركبه ولا فوق الركبه؟ لا فوق الركبه، لا تحت الركبه لاعب ارسل هذا قاعد اقول لك بالعكس كدين الاسلامي تاج لنا تغطي الركبه والله اقول لك انا اعرف واطلع على السوالف هذه انه تحت الركبه، حتى اللاعبين عندنا بالنادي لما بيصلون ينزلون الشورت لتحت تحت ليه تحت الركبه؟ انت ما تصليت؟ لا انا ما لا بس قاعد اقول لك انه والله شوف انا احد اخوان دز لي تغريده بس للاسف هو دازع الخاص مو موجوده عندي، يعني حتى علق على كلام اخونا صالح العنيزي وعلى كلامك قال في اختلاف في المذاهب الاربعه حول هذا الموضوع أكيد اللي أكيد الحنبلي والمالكي والشافعي و المذهب الحنبلي صار حنبلي ومالكي والشافعي مالكي والشافعي واللي اسمه وشنو الثالث نسيته يلا كلنا نسينا. عموما قال لي يختلفون الاراء في هذا الموضوع، فاتمنى من الاخ رومي يوضع عشان ما تصير ما يصير لا يتكرر صح ما نتكلم عموما يعني شيء ما نعرفه ما نتكلم نعم. عموما خلينا نروح حق اول موضوع في حلقتنا اليوم حنبلي نعم. شوفوا قال لي بناء على كلام اخونا يقول الحنبلي لا يجوز اشد بس المالكي والشافعي وال شنو بعد نسيت الثالث المشكله المهم ان الحنبلي لا يجوز بقيه المذاهب يجوز، ما نبي نتشعب في هذا الموضوع لكن نتمنى تكون في فتوى ويكون قرار صادر منك يا اخوي رومي حول هذا الموضوع، يجوز يسمح يتم السماح لهم ولا ما يتم السماح لهم. خل نروح حق اول موضوع في حلقتنا اليوم، اول تقرير طبعا اليوم وزارة الاوقاف يعني دائما الحقيقة وشهادتنا فيهم مجروحة ايضا، سنويا شباب طيب ما ابي اذكر اسم لكن انا بحكم اتصالي مع اخوي سام الكندري دائما يعني هو اللي يعني دائما يتواصل معنا، اخونا سام والاخوان اللي معاه يقومون مجهود جبار بالتاكيد بدعم الاخوان القائمين على وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، يقيمون ملتقى جميل صراحه يتم فيه دعوه مجموعه من الرياضيين الاعلاميين، راح ان شاء الله نتكلم عن الملتقى هذا والندوه اللي صارت، لكن احنا في البدايه استغلينا وجود الاعلامي العزيز والكبير والقدير بالتاكيد بقدره ومكانته عندنا اخونا محمد سعدون الكواري واخذنا معاه لقاء سريع، خلينا نشوف شنو ابرز ما قاله خاصه حول موضوع مشاركه الكويت مع دوله قطر في استضافه كاس العالم 2022. حتى هذه اللحظة ما طلع أي بيان أو أي تصريح رسمي من المسؤولين في قطر يخص هذا الموضوع تحديدا، فقط اللي ظهر كان بيان من الأخ ناصر الخاطر مدير الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللي أكد يعني من خلاصته أنهم أكيد راح يحتاجون وقت لمناقشة هذا الموضوع سواء داخليا أو مع الفيفا. رغبة القطريين سواء شعب أو قادة في هذه الاستضافة المشتركة إذا كانوا مؤيدين أو معارضين صعب أقول لك، أنا على المستوى الشخصي أعتقد أي حدث يصير في قطر هو للكويت، أي حدث يصير في الكويت هو لقطر، يمكن شفته في كأس الخليج أن التنازل بالاستضافة كان من قطر للكويت خلال يمكن أسبوعين أو ثلاثة فقط من ركلة بداية لكأس الخليج،
وكنا جدا مرحبين وكانت الابواب القطريه مفتوحه للكويتيين في تقديم اي دعم كانوا يحتاجونه في استضافه كاس الخليج. واذا صار هذا الشيء وتم الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكره قدم الفيفا وبين اللجنه العليا للمشاريع والارث او الحكومه القطريه على هذا التوجه، فاكيد هالشيء بيسعدنا وبنكون كلنا داعمين لهالشيء. وسواء اذا صار فانا واثق ثقة عمياء من نجاح هذه التجربه بين قطر والكويت وعمان. الكويت قادره من وجهه نظرك؟ والله يعني الكويت تاريخها عريق، والكويت تتفوق على قطر كونها شاركت في كاس العالم 1982 وتاريخها الكروي طويل وفازت بكاس اسيا واكثر المنتخبات فوزا بكاس الخليج في التاريخ. الكويت بالنسبه لي انا واحده من اكثر الدول اللي دائما ما تقدم مواهب في مختلف المجالات، منها المجال الرياضي ومنها المجال التنظيمي. فقدره الكويت على النجاح في استضافه اي بطوله مهما كان حجمها انا اعتقد انه شيء في المتناول. واعتقد الخليج وصل مستويات متطوره جدا على مستوى الاستضافات لاكبر الاحداث، الاسياد في 2006، اكسبو في الطريق في مدينه دبي الاماراتيه، وغيرها من الاحداث الرياضيه، بطولات العالم في مختلف الرياضات تقريبا قطر استضافتها. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. شكرا لاخونا محمد الكواري على هذه الكلمات وايضا يمكن اللقاء السريع. احنا تطرقنا اكثر من مره حول هذا الموضوع، في اي جديد استضافه الكويت كاس العالم؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا في والله كرياضيين امانه نتمنى ان نكون احنا مشاركين في كاس العالم، بس في امور ثانيه يعني ما نقدر ما نبي على قولتك اهم لا نبي نفتي فيها، يمكن فيها بعد فتوى فيها اي شيء ما نبي نفتي فيها، ولا في امور ثانيه مثل قانونيه غير الامور الثانيه هذا، بس كامنيه كرياضيين نتمنى ان نكون احنا جزء من تنظيم كاس العالم القادم. احنا بعثنا رساله نعم حق الخليج كله، حق ربعنا اهلنا بالخليج، لما الكويت نظمت كاس الخليج خلال 10 ايام ما شاء الله عندنا يعني شعب بالعكس ينظم اكبر بطوله يقدر ينظمها، لكن في امور سياسيه احنا ما نتكلم فيها. اي في ضوابط ما نتكلم فيها، لكن كتنظيم لا بالعكس احنا نحط ايدنا بايد اي دوله خليجيه، اذا بغونا نشارك وياهم راح نشارك وراح نقدم الافضل وكل شيء نقدمه لهم زين. نتعلق على الموضوع اقول في ضوابط احنا بالعكس نتمنى نعم. وعندنا شباب الكويت قادر على التنظيم قادر. بس ابو سعود عندي نقطه بطلع من الحديث هذا، بس خل اخلص عيل من علي. أيوة. اذا بيعلق على الموضوع عشان نسكر الموضوع. مثل ما قال تعليقك على الاستضافه، مثل ما قال ابو علي واخواني كشباب رياضي نتمنى نعم. بس هل قادرين احنا على التنظيم؟ نعم قادرين على الاستضافه، القوانين تنطبق، انتم عارفين مثل ما اللي صار الحوارات بالنسبه حق الامور الغير مسموح فيها بالكويت، لكن الشباب الرياضي اعتقد يقدر وعندنا خامات شبابيه مميزه جدا. نعم تفضل ابو احمد. ابو سعود انا بس احب اشكر رابطه نادي العربي ورابطه نادي السالميه امانه لدعمهم نادي الكويت في البطوله، نادي الكويت وكاظمه في البطوله الاسيويه لكره اليد. نعم. ما ادري عاد القادسيه انا شفت يعني بتويتر منزلين ناديين هذيل. نعم. اتمنى من كل الجماهير ان يدعمون الفريقين هذيل لانهم قاعد يمثلون الكويت. صحيح. فاتمنى حتى من رابطه نادي القادسيه ممثله في هيثم ابو احمد الدوسري اتمنى هم يكونوا زعلانين. هم على شنو زعلانين؟ على تصرف حميد القلاط، كانوا يبون اعتذار. انا اذكر اخونا ابو احمد ما ادري هل غير رايه هل يعني تراجع عن رايهم يعني فريق القدم بس ابو احمد قالها على الهواء قال اذا ما اعتذر حميد القلاف احنا نعلن مقاطعتنا لنادي الكويت. هذا كلام يعني كبير مشجعين نادي القادسي. وكاظمه زين كاظمه اقول احنا نتمنى يتجاوزون الشغله هذه ان شاء الله، وبالعكس هم جمهور القادسيه على عين وراس بالقدم لا يشجعون بالعكس لهم قدر جمهور القادسيه ابو احمد وجمال القادسيه لهم امانه ملح البطولات هذه جمهور القادسيه احنا نتمنى على جمهور اي الانديه كلها. صحيح. لما واحد يمثل بلدك المفروض كنا نتكاتف ونشجع نعم. حراره نشجع الفريق على اساس احنا نتمنى يعني خامتنا كلها ككويتيين تربطنا شغله واحده الوطن الوطن يربطنا والغادسيه جمهور القادسيه قدر على العين والراس بالعكس سباقين
نعم. أنا أقول جمهور القادسية ما شاء الله عليه سبان. بالعكس يعني حتى المباراة اللي طافت الكويت وسوريا كانوا داعمين. نعم. أيتم وأحمد دوسري. نعم. نتمنى نعم. تجاوزون الخطأ اللي صار. نعم. أنا تو دزي أخوي عبد الله العنزي تغريدة من ديوان كويتاوي يقول كل الشكر لهم كل الشكر حاطين الإخوان ديوان كويتاوي حاطين القادسية. حلو. نعم. حاطين رابطة نادي القادسية رابطة نادي العرب على دعم ممثلي الوطن صح. في البطولة الآسيوية لكرة اليد المقاومة في دولة الكويت. إذن بالعكس هذا شيء طيب. بالعكس نشكرهم يا أبو سعود نشكر. أكيد. نشكرهم. أكيد. أكيد. يعني في ظل هالظرف والفريق مثل ما قال أبو بدر الفرق تمثل الكويت فبالتالي حضور نادي الكويت مشجعين نادي الكويت بجانب نادي القادسية والعربي وكاظم كل روابطنا يعني أذكر في فترة نادي فعيل كان عنده رابطة تشجع أيضا فوجودهم خلف فرق تمثل الكويت هذا بالتأكيد يعني سيكون دافع للاعبينا إن شاء الله في تحقيق البطولة إن شاء الله. عموما خنروح حق ملتقى الأوقاف اللي تطرقنا له قبل شوية قبل أن ندخل في أجواء مباراة كاظمة والشباب. الملتقى الشباب السادس اللي تنظمه وزارة الأوقاف بحضور الحقيقة كوكبة من الرياضيين المميزين وأمانة هذا جهد يشكرون عليه الإخوان من معالي وزير الأوقاف إلى آخر موظف. يعني تدرون دعوات حق مثل هالشخصيات تلبية الدعوة القيام بواجبهم يعني أمر يتطلب مجهود جبار فالله يعطيهم العافية. خلينا نشوف الملتقى وتقرير عن هذا الملتقى وبعدها سنعود. Good, alhamdulillah, it's my second visit for this particular event and yeah, everything is fine. I think it's really well organized. هذه زيارتي الثانية لهذا الملتقى وهو منظم جدا ونستطيع التواصل مع الشباب ونستطيع من خلاله تشجيع الشباب وليس مجرد تعليمهم الرياضة وإنما حثهم على اتباع ديننا الإسلام الحنيف وأعتقد بأنه إيجابي للشباب. الرياضة تبدأ في المدرسة والمحيط أيضا يجب أن يكون سليما. هذا المحيط يكون طبعا بتواجد قادة بتواجد نجوم. يعني أنا أتمنى أن الشعب العربي يجب أن قدوته محمد صلاح رياض محرز ليس فقط ميسي ورونالدو لكن هذا يتطلب عمل كبير يجب أن ننجب نجوما كبار. هذا لا يأتي بين عشية وضحاها عمل قاعدي يعني كل شيء يبدأ في القاعدة المدرسة. نعود مرة أخرى إلى المدرسة. احنا سعداء بتواجدنا في دولة الكويت بلادنا الشقيقة والحبيبة ونشكر الأخوة في وزارة الأوقاف على استضافتنا في هذا الملتقى المرة السادسة على التوالي وسعيد اني شاركت معهم الملتقى الأول اللي انا اعتقد انه هادف ومهم ويبين دور أهمية الرياضة والرياضيين في دعم المجتمعات في التنمية البشرية وفي الخروج من الرياضة في إطارها التنافسي اللي مع الأسف يختزل بعض دور الرياضة فيه. وأعتقد نحن في الوطن العربي اليوم بيمس الحاجة لهذا النوع من الملتقيات اللي يبين فيه الرياضي والإعلام الرياضي أهمية دور الرياضة والإعلام الرياضي في مساعدة تطوير المجتمعات. شكرا مرة أخرى للإخوان القائمين على هذا الملتقى. أبو علي يعني مثل هذه الأمور أمور طيبة صراحة اليوم يعني دعوة النجوم دعوة الكبار أكيد هذا طبعا. شوف خل أقول لك شغلة يعني أنت الحين أنت هذه خاصة النيش والبراعم اللي عندنا وأنا قلت لك يعني بديت فيك أبو علي لأن أنت هم أكثر من مرة وجهولك دعوات لحضور
مثلا نفس الندوات ملتقيات ولا قصورا في الشباب ايضا موجودين. فهذا امر امانه شيء يعني يثلج الصدر امانه لما نشوف يعني حتى الواحد لما يشوف الامور هذه مع الرياضه حتى ولي الامر يعني ما اتكلم بس عن نفسي عن اي ولي امر يمكن يطمن انه يشوف يقول لك لان في بعض الاحيان ياخذون فكره عن الرياضه انه ممكن فالامور هذه صراحه تساعد وتشجع ولي الامر حتى يدخل عياله الرياضه في اي مجال احنا ما نتكلم عن كره القدم عن اي مجال فاعتقد هذه الامور وايد زينه وامور ناجحه ووايد تفيد الشباب امانه ونتمنى له التوفيق ومشكورين على الملتقى هذا. ابو احمد الموسم الطاف حق الشباب طيب لا بالعكس الموسم الطاف استدعونا ولعبنا مباريات كان ابو تريكه بعد معاهم صحيح بالعكس شيء زين هذا شيء ايجابي حتى النش يشوفون ان اللاعبين يعني هذول اللاعبين على مستوى ناس مميزين ففي الواعز الدين موجود معاهم يعني مع انه لاعب مشهور في ملتزم في امور يعني امور الدين وكذا وهذا بالعكس هذه بادره وايد طيبه السنه طافت احنا شاركنا معاهم الناس اللي شاركت معاهم الموسم الطاف في دوره رمضانيه سووا بالعكس استمتعنا واستفدنا وبالعكس ونتمنى على طول يصير الامور هذه. ابو بدر رساله توجه حق جميع الرياضيين ان الرياضه تجمع ما تفرق اكيد وتجمع بكل الاطياف يعني تكلم عنها بالوازع الديني بالنظافه بكل شيء بكل النواحي هذه الرياضه يعني خلي يعرفون اللي برا او الجمهور او كذا يدون ان الرياضي عنده اخلاق وعنده دين وعنده كذا ما في عنده شيء يفرق ان والله اللاعب هذا زين وهذا مو زين اخلاقه كذا وكذا الرياضه اللي سووه اليوم المؤتمر هذا او الملتقى هذا يبين ان الرياضه جزء لا يتجزا من النظام الديني طيب حتى احنا عندنا يعني اغلب الانديه ترى هنا بالكويت يعني وقت الصلاه يوقفون المدربين يصلون وبالعكس شيء حتى يعني حتى موجود يعني انت بس عط نظره انت محمد صلاح لما يقول يسجد صح ولا لا في بعض اللاعبين اكثر اللاعبين اللي فعلا عندهم الوازع الديني قوي يدعي على الله سبحانه وتعالى ان الله يوفقه بالمباراه ان كذا كذا ولدرجه ان حتى لاعبينا البراعم الصغيره قاعد تشوف الملتقى هذا الطيب الجميل ان شاء الله اتمنى بكل ولياء الامور يحثونهم على الدخول بالانديه والرياضه. طيب علي يعني نقطه مهمه ذكرها اخونا الكبير الاخضر بالريش ان نتمنى الشباب يعني ترى وجود مثل هالشخصيات يقول نتمنى الشباب الان ان تكون قدوتها محمد صلاح، رياض محرز، عمر كانوتي مو بس ميسي ولا كريستيانو ولا بالضبط انت اليوم لما تشوف قدوه مثل كانوتي او حتى الاستاذ الكبير الاخضر بريش او حتى محرز لما ذكر اسمه ويكون ملتزم دينيا وقاعد يكون جزء من نجوميته التزامه الديني فهذا يعطيني اني انا اكون فعلا متمسك بديني متمسك في عاداتي وتقاليدي مو شرط اني انا لما اكون نجم لا معناته اني انا ماني ملتزم او اتخلى عن مبادئي او عن ديني او عن المعتقدات مالتي نعم فبالعكس شيء زين وجزاهم الله خير اللي استقطبوا هالنجوم هذيلي مسعود نعم. حتى نرد نشكر الاوقاف لان الاوقاف صحيح اي والله جزاهم الله خير بالعكس الاوقاف اللي قامت فيه وخاصه دعت الرياضيين يعني الرياضيين نعم. لما تدعوا هذول نعم. يعني نجوم ولهم شهره كبيره صحيح يعني ما لا حتى ترى اختيار يعني نوعيه اختيار الضيوف ترى هذا شيء طيب هذا يحسب للاخوان في وزاره يعني ما قاعد يختارون مثلا لاعبين والله لا مثلا لا معروف لا عنهم لا تدري في لاعبين عرب مرات تلقى مثلا يلبس مثلا او تاتو او شغلات يعني يختارون شخصيات ما شاء الله يعني فعلا ملتزمه بالدين وثانيا لما تتكلم عن كونتنا هذا يعني انه اجنبي يعني صحيح مو صحيح يعني كويتي او سعودي او خليجي او عربي نعم يعني اجنبي شوف الاجنبي شلون صار بالوازع الديني اللي عندنا صحيح فلما تيبه واحنا ككبار نعرفه احنا نعرف اللاعب هذا نعم لكن الصغار ما يعرفونه لكن اليوم الصغار لما يعرفون عنه السي في ماله ينبسطون يعني حتى هو في نقطه يعني هو طبعا في اوروبا عايش صح فما اثرت على المغربيه ما اثرت لا يعني البيئه ما اثرت الحمد لله يعني شيء هذا تمسك ايجابي بالعكس وترى في لاعبين كثار من الاجانب مسلمين اي نعم يعني مثل اعتقد يمكن ريبيري بلال اللي بنى مسجد في هامبورغ صحيح يعني في بعض اللاعبين المسلمين قاعد فعلا انه قاعد نشر الاسلام صحيح نطلع بالاسلام صحيح يعني
إشادة يستحقونها. يستحقونها والله. وإحنا قبل نروح حق الفاصل تعليق بسيط ونروح حق الفاصل. يمكن قبل يومين أو يوم الأحد أنا ماني عارف ليش الإخوان الهلالية زعلانين بصراحة ماني عارف. يعني دخلوني والله سوالف فلوس ودخلوا موضوع ضد السعودية ودخلوا أمر سياسي ودخلوا كل شيء. ما أول مرة تشوفون واحد يقول إن الفريق اللي قدامكم انظلم. ما يصير يا أخوان. يعني لو أنا قايل عن الأهلي انظلم أمام فريق آخر غير الهلال راح أصير بطل يعني قومي مثلا ولا شنو؟ الفريق انظلم قدام الهلال وقلنا إنه انظلم. يمكن نكون على خطأ، يمكن نكون مو محقين في هذه الجملة، لكن أنا أمانة خل أشكر أول شيء كل الإخوان اللي تفاعلوا مع هذا الموضوع ودافعوا عني. يمكن وهذا أمر يعني لو بشكرهم واحد واحد صراحة بكون مقصر لأنه ما شاء الله عدد كبير. لكن أنا عتبي يعني مثلا أنا ترى ما أبي أذكر كل الإخوان، لكن مثال لأن هذا رجل إعلامي يعني أخونا محمد البكيري يعني حط صورتي وقال مقدم برنامج كويتي يتعامل مرارا مع شأن الرياض السعودي على طريقة المثل، قال ما عرفت تكنس بيتها راحت تكنس بيت الجيران. يعني هذا مثل يطلع من إعلامي. أنت خم بيتك أول بعدين خم بيت الجيران. يعني يا أخوي محمد أول شيء إذا تقصد التكنيس يعني كخم مثل ما قال أبو علي هذه مهنة، وما أعتقد مهنة عيب. يعني بالعكس هذه مهنة شريفة الواحد يكسب منها يعني لقمة عيش بالحلال بدون ما يكون بوق إعلامي وياخذ فلوس. أعتقد أنك تخم أشرف من أنك تاخذ فلوس وتصير بوق، ولا كلامي خطأ؟ هذا واحد. اثنين إذا بخم بيت الجيران والأخوان في السعودية ترى عشان تكون بالصورة يعني موقف بيوت المملكة اللي انفتحت لنا أثناء الغزو وخلونا ناكل فيها وننام فيها ونشرب فيها ونتعشى فيها ونتغدى ونعيش، ترى أقل شيء نسوي يمكن حق هالبيوت، بيوت مو بس إخواننا في المملكة، بيوت الخليج اللي انفتحت حق أهل الكويت، لو أنا شخصيا لو بخمها بالعكس هذا أقل شيء نقدمه يمكن حق هالبيوت، بيوت أشقانا في المملكة أو في الخليج اللي فتحت لنا في الغزو، وهذا يمكن رد جميل بسيط نقدمه حق هالناس اللي فتحت بيوتها لنا. وفي ناس يمكن طلعوا من بيوتهم راحوا قعدوا عند اهاليهم وفي مدن ثانيه عشان يقعدون اهل الكويت. فاعتقد هذا ما يعتبر عيب بالنسبه لي، انا اتكلم لي انا كشخصي يعني. وبس هذا ردي عليك يا اعتقد ابو سعود. هو يقول لك احنا نكنس بيت الجيران، بس هو نكنس بيتك يقول لا. هو انا ابو سعود هو يقصد يعني عند رياضك انت يعني مثال يعني كمثال عند رياضك شين الداخل. يا ترى احنا مو مقصرين يعني احنا لا بس بدر يعني احنا ترى يا اخوي محمد ترى احنا مو مقصرين. الاخوان قاعد يجون المحللين محمد كرم يا ما انتقد الحكام وقال فريق الظلام، ويا ما انتقد الملاعب، ويا ما انتقدنا المنشآت، ويا ما انتقدنا التنظيم، وخوي ابو احمد ابو بدر حتى علي. يا رجل علي استقال من الاتحاد عشان التنظيم ولا عشان امور قانونيه وامور ويبناه ضيف عندنا. فاحنا يا ترى احنا ما نخاف نتكلم اذا في امور فيها ظلم وفيها والله خطا وفيها سوء اداره ولا سوء تنظيم، ولا بالعكس نقولها ونتكلم عنها ونخصص لها حلقات بعد. فاعتقد يعني ابو سعود انا هلالي متعصب، أنا واحد أقول لك قدامك أنا هلالي متعصب، لكن لازم أقبل النقد. لازم اللي يقول لي والله أنت كذا انظلمت ولا ما انظلمت عادي عندي عدل، لكن مسألة أني أنا أشيع الشهادة وأطب الإعلام مع الإعلام ما أعرف إيش هذا خطأ. خل كل واحد يقول رأيه، خل كل واحد يقول رأيه. أن فريق انظلم إذا أنا شايفه أن فريق انظلم بقول انظلم، وإذا شايف أن فريق ما انظلم أكيد بقول لك فريق ما انظلم. بس هم نعم. شايلين عليه الهلال. هم يبون يخم. وايد شايل عليه الهلال. والله ما لا لا. قلتكم مو متعودين واحد يقول فريقكم والله ما استحق الفوز، ولا فريقكم خذاها بفاز المباراة بظلم تحكيم يعني. مو متعودين يعني ما. إذا ما شجع من بالكويت أنت. سلوني أنا. بالكويت. صجي. ما شجع أحد. ما يصير يبقى محايد. تروح شجع بالسعوديه ما شجع بالكويت. السعوديه هو محايد هني بالكويت. يلبس مع الحق يلبس لفريق الاهلي. الاهلي انظلم حتى بالسعوديه محايده.
بس مثلا عندك تتكلم عن لا لا مو مو محايد السومة مثلا يعجبه محايد ابو خطاب لا لا مو محايد ابو سعود يعني قاعد اقول لك عجبه يعني مو محايد مو بدر يعني لا قاعد تعدل له يوم كان بشار عبد الله ويوم كان جاسم الهوي بدر وايد تعدل له يوم كان بدر ليش تعدل له انت الانصاري فهد الانصاري يشجع لا 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 طيب ما بيخون عموما خل نروح حق فاصل وبعدها سنه حياكم الله ويانا. خل نشكر اخونا الاعلامي ويعني هو يعتبر اعتقد منسق الاعلامي فريق الشباب من الاعلاميين اللي مع الاخوان في فريق الشباب علي الكعبي جاب لنا كنافه مناسبه فوز الفريق تستاهل الله يعطيك العافيه بلا انت متاخر جيب له كنافه حاضر يستاهل ابو علي يستاهل عموما مشكور يا اخوي علي وان شاء الله يعني دائما ايامكم حلوه ودائما كاس اقول له عبال كاس خاف يزعلون قد تساوي له في عيد وبعدين مشكله تقول عبالهم الكاس خل اخذ بعض الاتصالات الهاتف يبدا مع اخوي بندر صبحك الله بالخير الله بالخير ابو سعود السلام عليكم وعليكم السلام اول شيء انت ابو سعود جبل ما يهزك ريح وكلامهم هذا ما يوكل عيش الله يسلمك هذا واحد انا بتكلم انا كلمتك قبل كم يوم كانت عندي مداخله وقلت لك ان في كلام بالاتحاد انه يمنعون لاعبين غاتسيه من الفريق الاول مشاركه مع مباراه غاتسيه والفريقين قبل النهائي اليوم طبعا كشف المستوى طبعا غاتسيه تقريبا 18 لاعب ما راح يشاركون منهم اصابات 3 و4 و7 فريق اول و6 اولمبي واثنين اللي هم الرياحي وكس الماي مع المنتخبات طبعا الاتحاد قرر انه يعدل القائمه اللائحه وتقدر تشارك من تاريخ 17 المصيبة مهنية المصيبة أن 17 عنده مباراة يوم الخميس ما يصير يلعبون باكر يلعبون يوم الخميس هذا واضح أنهم يبون غاتسية أنا أقول لهم إذا أنتم تكرون الشيخ طلال أنا أتحمل الكلام إذا أنتم تكرون الشيخ طلال ترى غاتسية ما له شغل بالشيخ طلال يعني ما يصير تظلمون النادي كله عشان الشيخ طلال يا أخي إذا بينكم عداوة وبينكم بين الشيخ طلال والله يشافيه هذا موضوع ثاني ما يصير تكلمون ما يصير تسوون بالنادي كذي يعني اللي قاعد يصير جريمة يعني غاتسية طلب تأجيل مباراة مرض يأجلون قدموا كتاب طلب تأجيل غاتسية رسمي إيه ودزيت لكم أنا بالخاص طلب قدموا كتاب وتم رفضه طيب وتم رفضه أنا أقول بسعود أخيرا حنا لو كفار غريش والله ما يعملونا بهالطريقة حيشومين يا أخوي حيشومين خلنا ناخذ اتصالات أخوي ناصر صبحك الله بالخير راح أخليك ترد والله خلص اتصالاتي ناصر صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير بسعود أنت وضيوف اللي معاك يا حياك الله بخصوص تنظيم كأس العالم أنا أتمنى بالكويت بس شيء والله يبش لا شوارع لا ملاعب احسن ما فيه فنادقنا والله شيء يحز بالخاطر اسال الله يكتب فيه الخير وان شاء الله يوفق الكويت ان شاء الله امين الله يعطيكم العافيه مشكور يا اخوي ناصر يعدلون هو اهم شيء الفنادق يعدلون الفنادق اهم من الشوارع ها اي والله لا بس اذا بتنظم باقي السنوات تقدر تسوي كل شيء لا يسوي شيء الشارع الحين لا. انا بعرف لما يشيلون القار الحين يعني شنو المده المطلوبه ان تحط القار الجديد كم يعني في مده معينه يعني هم يعرفون لها لا هو في مده يعني مثلا يقول لك 3 اشهر تحط قار جديد يعني أكيد ولا اكيد لا يسوون في مده في فتره زمنيه يعني قار مشيول صار له سنه لكل مشروع روح منطقه الروضه وشوف في كل يعني مشروع له فتره زمنيه ان نسويها احنا اخذ اخوي ناصر صبحك الله بالخير حياك الله الله يعافيك منور بالاصفر الله يسلمك عيونك اللي منور العالمي يا هلا العالمي يقول عالمي زعيم ملكي ما نقول له شيء بالنسبه والله العظيم ودنا نضيف بعض المنتخبات من كاس العالم بس بصراحه نتفق مع سمي سري يوم قال اتفق معه يوم قال شوارع تفشل كل شيء العظيم والله العظيم كل شيء صار يفشل بالديره يا اخي ودنا بشيء بس ما خوفي اعظم طاق والله طاق نعم ونتمنى انا كغتساوي متعصب اتمنى بالتوفيق الكافه والكويت وبيكم تتكلمون عن بما ان التصفيات الاولمبيه راح تبدا تفرق كلها راح يصير التصفيات الاولمبيه اتمنى ابتداء من الجمعة تتكلمون عن مباريات المنتخب.
حاضر. وبالنسبه لمباراه المنتخب ما قاعد يتكلم عنها باكر المنتخب الاول ولا لا، ويعطيكم العافيه ومشكور. مشكور مشكور. احنا ان شاء الله يعني راح نغطي تدريبات المنتخب الاولمبي، وان شاء الله ايضا ما راح نقصر مع الاخوان في هذه المهمه، وان شاء الله راح نوقف وياهم بالتاكيد، ونوقف معاهم ووراهم، وان شاء الله الجمهور ايضا يكون مع المنتخب. جابر صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير وسعيد. هارلك يا ابو عثمان. هلا بالحبيب. راسك سالم راسك سالم راسك سالم. ايش تبين ارد عليك؟ ما دام منصور ما ابو عثمان ما دام منصور تنيب وياكم ماكو فايده. ما اقدر. الخير والبركه ابو بدر يا ابو علي. ما اقدر حبيبي ابو عثمان. حبيبي ابو عثمان ما اقدر اتكلم عليه. ابو بدر الف غلاء ومحبته ومعزته. حبيبي ابو بدر شهاده فيه مجروح. ابو بدر يعني ماكو غيرك سليمه يعني شوت بلنتي. انا مو على الحدث، البلنتي ضيعه افضل لاعب بالعالم، لكن يعني ليش ما يكون عندنا ثقه بلاعبين انهم يشوتون بلنتيات؟ لا لا سليمه ومحدده في 92 ابو عثمان لاعب شوي واعي، مو شرط لاعب محترف يشوت بلنتي. ابو عثمان ليما مع الفريق صار له اربع سنوات عمره ما ضيع بلنتي. والله ادري بس يعني لو ان واحد ثاني غير لي مشايته ومضيعها قلتوا لي خليه ما يشوت. لا لا ابو بدر انا بشكل عام ما اخلي محترف يشوت بلنتي. انا اتكلم عن نفسي من وجهه نظر، عندي لاعبين كفايه يشوتون بلنتي. انت مقبل على كاس الامير؟ انت مقبل على كاس الامير يا ابو بدر؟ شدوا الحيل شوي، احنا بندعمكم وندعم الفريق وندعم العسعوسي، ويوم اليوم انتقدناه وزعلتوا علينا انتوا عبد العزيز عطيه. لا 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 زعل علي لا ابو فواز ما اجي يزعل عليك. مشكور هلا تفضل. الحلقه الجايه تلبس برتقالي. حاضر ابشر. تسلم. مشكور. معنا اتصال من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، هو حكم درجه اولى سابق، حكم سعودي بالتاكيد، فهد الشمري. صبحك الله بالخير يا اخوي فهد. صباح النور يا اخوي عبد العزيز، كيف الحال؟ الله يجمل حالك. طيب كيف حالك؟ الله يستر عليك ويسلمك. كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ طيبين الحمد لله. اخوي فهد انا اللي عرفت ان عندك معاناه او امر معين حاب يعني تتكلم عنه. نعم اخوي عبد العزيز. تفضل. اولا اصبح عليك وعلى الكوكب الرياضيه الكبيره اللي عندك. اصبحك الله. الله يسلمك. وعلى ضيوفك الكرام. شكرا. ثانيا سلام كبير من اهلنا بالسعوديه لاهلنا بالكويت، من مملكه سلمان بن عبد العزيز الى كويت الصباح. والنعم. اعرفكم باسمي انا فهد عبد الله الشمري، حكم كره قدم درجه اولى سابق. خدمت رياضه الوطن 12 سنه. وتوقفت عن الركض خلف معشوقتي تحكيم كرة القدم عندما نادتني الغالية وأغلى مخلوقة عندي والدتي، حيث أصيبت بمرض تليف الكبد. فقد سارعت وأرخصت الغالي والنفيس في سبيل علاجها بكل مكان خارج المملكة وداخلها. فقد سافرت بها للأردن ومصر وفي جميع مستشفيات المملكة وفي الخارج وعلى حسابي الخاص. فقد أخذت ديون وقروض وسيارات وأسلاف حتى أثقلت بديون حوالي 400,000 ريال. فقد تكالبت علينا الظروف وصرت عاجزا عن الوفاء بالديون وحقوق الناس. فقد اشتكوني الديانة وأصدروا علي أمر قبض وأمر حبس ووقفوا خدماتي، وجلست أتهرب هنا وهناك خوفا من يدخلون السجن حتى تم طي قيدي من عملي. فقد انقطع رزقي ورزق 10 أفراد أعولهم وما أجد لهم ريال الخبز وظروفا إرسالها. والآن اللي يصرف علينا بناتي من مكافأة الجامع حساب المواطن، وخدماتي موقفة وظروفا إرسالها. لذا فإنني من هذا المنبر الإعلامي ومن قناتكم الإنسانية الرياضية ومن برنامج الديربي أناشد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وجه الخير وجه السعد على السعودية وعلى الرياضة السعودية، وأناشد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكذلك أناشد أهل الخير والأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية وأهل النخوة والإنسانية الوقوف معنا في هذه في محنتنا، وجزاكم الله خير الجزاء. وأحب أن أشكرك يا أخوي عبد العزيز على إنسانيتك
وعلى قناتكم الرياضية الإنسانية وبرنامج الديربي، ولكم مني جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا، شكرا لك أخوي الحكم السعودي فهد الشمري. يعني أنا ما راح أعلق، لكن المناشدة اللي أقدر أناشدها ويمكن الخط اللي أقدر أناشد فيه هو سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، كون المسؤول عن الرياضة في المملكة العربية السعودية، ولا أستطيع أن أتخطى هذا الاسم وهذا الرجل. وأعتقد من خلال احتكاكي وعلاقتي يعني البسيطة، ومن خلال لقاءاتي البسيطة مع سمو الأمير، ما أعتقد أن هذا الأمر سيمر مرور الكرام بالنسبة له ولا على أيضا رجال الخير في المملكة بشكل عام، ولا أيضا بشكل خاص ولا رجال خير في المنطقة بشكل عام. فإحنا ولا أخواننا، أعتقد أخواننا يعني عائلة شمر أيضا الكرام، ما أعتقد أيضا يرضون على ولدهم يكون في هذا الوضع. فأتمنى الكل يتكاتف من أجل هذا الرجل اللي خدم. أنا أمانة يمكن علاقتي ما أعرف الحكم بشكل كبير، يمكن الأخوان في المملكة والأخوان الإعلاميين السعوديين والأخوان الرياضيين السعوديين أعتقد يعرفون هذا الحكم، وهل بالفعل خدم يستحق الوقوف معه أو لا يستحق. لكن بكل الأحوال من يمر بضائقة مالية في ظل هذه الظروف، فأعتقد إن شاء الله ما راح يقصرون معاه الخير لا في المملكة ولا أيضا خارج المملكة. أخوي الإعلامي عبد العزيز فهد، صبحك الله بالخير. وأصبح لجميع الموجودين معك الأخ منصور والأخ محمد والجميع إن شاء الله، صبحك الله بالخير وجزاك الله خير على هذا على هذا العمل. الله يسلمك أخ محمد. في أنت قبل شوي كنت عتبان على الأخ محمد الكيري على التغريدة اللي غردها. نعم. إيه، ولكن في هناك حاجة، أنت أخ محمد قبل يمكن أسبوع أنا كنت تواصلت معك ولكن نعم. ما كان في فرصة. لحظة محمد. ألو. تفضل تفضل، أنت على الهواء يا أخوي محمد. إيه. أخ عبد العزيز، بالنسبة للموضوع، الموضوع قبل أيام كان في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، وقلت إن ريال مدريد يجب إنهم يتعلمون من الهلال. يعني أنت الموضوع أخذ موضوع شخصي، ليس الموضوع يعني موضوع نقد ولا موضوع ده. في شيء داخلك على الهلال، يعني ما أعرف شو السبب. أوكي. لأنه الانتقاد يكون بعض الأحيان يكون نقد موضوع، نقد مباراة، نقد حاجات تحصل، لكن أنت أخذ الموضوع طقطقة وأخذ الموضوع أنك في شيء بينك وبين الهلال، وهذا اللي كثير من الناس استغربت. هذا زي ما تقول هذا الكلام اللي تكرره دائم، وأنك تقول الهلال هو الهلال. صدق ولا ما تصدق، في معلومة يمكن أكثر فريق تضرر من الفار هو نادي الهلال، ألغي عليه حوالي 7 أهداف وحسب عليه 6 ضربات جزاء. زين أخوي عبد العزيز، نعم. ما في إعلاميين مثلا يشوفون نفس كلامي مثلا ما في؟ أنا الوحيد بالمنطقة يعني؟ ما في أحد من الإعلاميين؟ لا في إعلام عندنا. ليش حاطين دوبكم دوبي زين يعني؟ احنا حاطين دوبك، بالعكس انت لك معزة خاصة وتعرف هذا الشيء يا عبد العزيز. لكن احنا مستغربين هذا الاستقصاد، يعني انت في اشياء ثانية تحصل ما تتكلم عنها. مثل شنو؟ مثل المباريات اللي تحصل بالأخير، مباريات النصر أنت ما تتكلم عنها، مباريات الأهلي ما تتكلم عنها، كل انتقادك ما ينظلمون يا أخي، النصر والأهلي ما ينظلمون. ليش والهلال ما ينظلم؟ ما ينظلمون. لحظة أبو سعود، الهلال هم انظلم. الهلال انظلم مع الحزم. ما أقصد النصر والنصر والأهلي ما يظلمون، من يعني دائما مظلومين، النصر والأهلي دائما مظلومين يا أخي عبد العزيز. مع فريق الحزم. لا مباراة الاتحاد ومباراة الشباب. الحكم حط له. تأكد النصر والأهلي دائما. ما يخليه ما يخليه ما ما. أنا وياك. عبد العزيز أنا ودي أنا. النصر والأهلي دائما مظلومين يا أخوي عبد العزيز. ما هي مشكلة، ما دائما مظلومين، بس حنا نقول ودنا انك تنظر لهذا الشيء بعين الحياد. ابشر يا ابو سعود. اي هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة لتنظيم الكويت لكأس العالم، انا عندي وجهة نظر
الامكانيات ووضع والوضع اللي يتطلب تنظيم كاس العالم لا يمكن الكويت تنظمه، لا يمكن ان تسمح لوجود الاسرائيليين، لا يمكن ان تسمح وجود الكحول، غير ذلك البنيه التحتيه في الكويت غير مهيئه لتنظيم بطوله كاس العالم. نعم طيب واتمنى انك تكون حيادي لو مره حاضر. واحده ابشر ابشر ابشر. السلام عليكم. خلي ينظلمون الاهلي والنصر واكون حيادي. بس ما دام مظلومين يقول لك يبيك حيادي مره واحده صدق يعني ولا مره صاير حيادي. وين ايش صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور ابو سعود. يا حياك ضيوف الجميع طبعا كلهم. انا بتكلم في نقطه مباراه الكويت وكاظمه اللي مؤجله. انا يعني اطالب الاتحاد مع انه يعني الدوري شبه حسم ان تكون مباراه كاظمه يعني يتم تحديد لهم مباراه باسرع وقت ممكن علشان على القليل يبعدون نفسهم عن الشبهات، لان المفروض تكون الانديه كلها الان بنفس عدد المباريات عشان يكون التنافس وفرص التنافس بينهم تكون واحده، ومو تكون مباراه بعد نهايه الدوري يعني اذا هذا الامور ممكنها تصير اخر الدوري وهذا مو منطق. الموضوع الثاني تحرير اللاعبين الكويتيين الان اذا ما راح تطبقون الاحتراف وكل سنه يعني او ما في بوادر انه بيصير يا اخي فلوس الدوله قاعد تروح حق اللاعبين المحترفين وهم ما عندهم اي شيء. على القليل اللاعب المحلي يا اخي اللي لعب ثلاث او اربع سنوات مع نادي درجه اولى مع نفس النادي يحق له ينتقل، اذا انتقل اللاعب الزين راح ياخذ فلوس وراح ينطلب بنادي ثاني وتصير الاولويه حقه يعني الافضليه تصير في تنافس بين اللاعبين. الشغله الثالثه اللي ضروره بعد انا اشوفها بشكل سريع تكفى نشهد خلص الدقيقه تفضل. في 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 مواهب فلتات لاعبين صغار نعم. من الوافدين يعني قبل انه يمثل ديرته او يكبر بالسن ويمثل ديرته يعني هذول اللاعبين ترى فرصه يعني كنوز ان هذا تهتم فيه وتاخذ فيه طيب. الجنسه وتاخذ فيه ميداليه او تاخذ ميداليه اولمبيه او شيء نعم. نعم. يعني ترى مو شيء عيب يعني. نعم مشكور. اخوي عبد الرحمن صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير يا ابو سعيد. حياك الله يا اخوي. سلام على من اتبع الهدى ودين الحق. تفضل يا عبد الرحمن. قطع. انور يعقوب كابتن احمد. هلا والله. الجناح الطاير. هلا والله. واقول نقطة ثانية بخصوص تنظيم كأس العالم. الكويت نعم. انسى الموضوع خلي يشيلون الصخرة أول شيء الحصم اللي بديره بعدين يصير خير. إن شاء الله. وبعدين البنيلة يا أبو سعيد اللي لابسها ترى هذه معورة وناس وايد لا تلبسها يا أخي البس تي شيرت الهلال يا أخي خلي تخون طقطقة ما طقطقة. خلنا على العالمي. والله يا عالمي يا بطيخ هذا بدال لابس أصفر اعرف تماما إن العالم كله راح يطقطقون مو بس إخواننا الكل والاتحاد صمت القبور لمتى صمت القبور لمتى يا اهل الكهف ردوا علينا يا اهل الكهف على شنو يردون على شنو يردون على نقاط وايدة ببرنامجك قاعد اسمعها نعم وايد نقاط قاعد اسمعها يا ابو سعيد انا ما ابي اتطرق وادش اطقطق على الاتحاد على قولة صاحبنا السعودي ما ابي اطقطق أنا اليوم بريح اليوم بشوفكم وبستانس بوجودكم محل الكرم لا تخرب اللعب محل الكرم حاضر السلام عليكم السلام عليكم خلينا نروح حق تقرير مباراة كاظم والشباب وأحداث هذه المباراة في تقرير زميلنا فواز الصلاح على استاد محمد الحمد بنادي القادسية التقي الفريقان كاظمة والشباب في نصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي والحكم عمار أشكناني يعلن بداية المباراة الشباب يهدد مرمى كاظمة عن طريق المهاجم سوما وكرته مرت بسلام على مرمى حسين كنكوني أول هجمات البرتغالي تأتي متأخرا عن طريق كرة ثابتة تصدى لها سليمان ميرزا من أمام ناصر الفرج أوليفيرا الشباب أضاع انفراد صريح وتسديدته تحتلي مرمى كنكوني خطأ من هيلدر مدافع الشباب لتصل إلى ناصر الفرج ليمررها لعبدالله الضفيري الذي أضاعها بغرابة
لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين. انطلاقة الشوط الثاني أتت متحفظة من الطرفين إلى أن أتى ليما البرازيلي بتنفيذ ركلة حرة مباشرة تمر على يمين مرمى الشباب. محمد زنيفر رد على ليما بكرة ثابتة أبعدها حسين كنكوني. أليكس بذكاء يفتتح التسجيل في المباراة. دقائق معدودة حتى أتى الحربي حسين بهدف التعادل من خطأ ميرزا. أحمد الزنكي قدم فاصلا استعراضيا سجل من خلاله هدف التقدم لفريقه. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة ناصر الفرج يتحصل على ركلة جزاء إثر لمس الكرة يد أحمد الزنكي نفذها البرازيلي ليما إلى خارج الخشبات الثلاثة لتنتهي المباراة بفوز الشباب بهدفين لهدف. يمكن اليوم ما أدينا أداء اللي هو يعني منتظر من نادي كاظمة، يعني مستوى يمكن كان أقل من تحت العادي شوي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني اللاعبين أدوا اللي عليهم، لكن والله كتب لهم هارد لك مرة ثانية. مبروك للشباب. أقول الحمد لله على الفوز وقد لك رجال نادي الشباب، جهاز فني، إداري، لاعبين، حتى اللاعبين اللي كانت واجدين فوق، الجمهور، كل من حضر يعطيهم ألف عافية على الدعم والتشجيع. بالنسبة حق المباراة كانت مباراة مثيرة من الطرفين، يمكن شاهدنا لآخر دقائق بلنتي حق كاظمة، لعب مفتوح، لعب حلو، أعتقد كل من حضر استمتع في هذه المباراة. أقول الحمد لله على الفوز، مبروك. وهذه مثل ما يقولون قبل النهائي، باقي إن شاء الله مباراة النهائي، إن شاء الله نتوفق ونفوز ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. كاظمة يودع البطولة والشباب ينتظر الفائز من مباراة القادسية والفيحيل على نهائي كأس الاتحاد. بروح قتالية عالية الشباب يحجز أول بطاقة التأهل بفوز مستحق على كاظمة. محمد الصلال لبرنامج الديربي. شكرا أخوي فواز، قد لك لنادي الشباب وصول النهائي بالتأكيد، مجلس إدارة، جهاز فني، إداري، لاعبين، جماهير، ونقول هار لك الأخوان في نادي كاظمة دون شك. أبدي مع الفائز مع الاعتذار حق الأخوان، أبدي مع أخوي علي، مبروك الفوز. الله يبارك فيك. هل أنتوا راضين عن الأداء؟ النتيجة أكيد راضين عنها. أنت لما تلعب مع فريق بحجم كاظمة، أول شيء أنا يمكن تكلمت مع أبو بدر قبل تحت الهوى، كاظمة من الفرق اللي يلعب كرة ويخليك تلعب كرة، يعني في بالمقابل في فرق ثانية لما تلعب معاها تلقى مسكر، مثل ما قال يخرب اللعب يخرب اللعب، أو يمكن يسكر يلعب على المرتدة، أو عنده نهج ثاني ممكن مدربه يطبقه. لكن فريق بحجم كاظمة أنت لما اليوم تفوز عليه معناته أنت ماشي بطريق صح. وأنت عارف وسعود إحنا اليوم قاعد نواجه أيضا، يمكن ما بيدخل الفوز اليوم في، لكن ما ننسى أن إحنا مهددين بالهبوط في الدوري الدرجة الممتازة، فهذا الفوز ممكن معنويا يفيدنا في الدوري الممتاز، وإن شاء الله الفوز هذا فاتحة خير لنا إن شاء الله أن نقعد في الدوري الممتاز، ما نفارق كاظمة. أبو بدر ليش خسر؟ أنا أقول بالبداية أول شيء قلت لك الله يبارك، ومبروكين لفريق الشباب. فريق الشباب اليوم لاعب مكتمل، وإحنا بالأساس يعني قاعد نتكلم إنه طبعاً مثل ما اللي اتصل فيكم وقال إنه في لاعبي القادسية بالمنتخب والأولمبي، هم إحنا نملك لاعبين نفس الشيء، لكن هذه بطولة تنشيطية بعيدة جداً عن عن عن. هم مسوينا عشان بدون لاعبين منتخب. يعني إحنا لعبنا، إحنا لعبنا فريق من لاعبين من 17، لعبنا من 20، لعبنا اللاعبين الاحتياطيين بالفريق الأول، بعض اللاعبين الأساسيين لعبوا بعد اليوم، لكن بصراحة نادي الشباب قدم مباراة جميلة جدا، واللي استأنست من المباراة أنا اليوم لأن حتى الشباب ما قام مو منه اللي ضيعوا الوقت، يعني ولا عنده ولا في طيحات بالملعب وكذا. الله سبحانه وتعالى ما وفقنا بالبلنتي، مع أن ليما من 4 سنوات ما ضيع ولا بلنتي، لكن الله يعني كتب أن نادي الشباب يتوفق اليوم ويأخذ المباراة، وأنا أقول له ألف مبروك. لاعبين أدوا مباراتهم، أدوا مباراة جميلة، نوعنا بالنوع الهجمات، نوعنا بالنظام، عبد الحميد العسعوسي قام بتبديلات ناجحة،
حاول قدر المستطاع أن نجح للمباراة، ولكن لله الحمد يعني أن الفريق الحمد لله أن قدم شيء من لاعبين صغار حق الفريق الأول. أبو علي شلون شفت المباراة؟ والله المباراة أنا قاعد أعتقد شوف أول اللي لعبنا بالسكة، إذا لعبنا من فلوس اللي ذبح نفسه عشان الفوز، إذا بالفلوس الشباب اليوم لاعبين بالفلوس هذا ضد كاب نفسهم عشان مكافأة. اي مكافأة بالفلوس، قاعد اقول لك لاعبين مثل بالفريق بالسكه شلون اقول لاعب بالفلوس، ما الشباب شي يفكروا قال لاعبين بالفلوس، اذا حطيت دينار تاخذ دينارين. لا والله الشباب اليوم يعني ادوا امانه كاظمه، طبعا مع في بعض الوجوه الجديده وادا يعني اللي قدموا النص كان يعني امانه كاظمه كان نص زين، بس انا اعتقد ان هجوم الشباب نفع امانه، في هجمات خطره وقاعد حتى قاعد يهدد دفاع كاظمه، فاعتقد ان المباراه يمكن ما نقول احنا متكافئ، لكن يعني يمكن كاظمه كسيطره وهذا، لكن كخطوره وهذا ترى نادي الشباب، فاعتقد ان حتى تضيعه البلنتي كان وصلنا يمكن الاضافي ولا في ضربات ترجيحيه على طول، ما لا 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 اضافي 15 يعني تضيعه البلنتي يمكن ريحت بعد الشباب خلت المباراه، لكن مجهود الشباب كان واضح امانه يعني يبون المباراه. نعم ابو احمد، هل تفوق نقول خالد الزنكي على عبد الحميد العسعوسي؟ انا حضرت المباراه من اول شوط، ما شوط كان عادي، الشوط الثاني لا صراحه حتى كاظم عن لعب الفريقين، وطبعا الشباب يستاهلون الفوز امانه اقول لك، وكانوا اخطر في فرص الشباب اخطر، كاظم تيجي مشكلتهم يوصلون بس ما في واحد هداف، هذه مشكله كاظم، وبعدين لاعبين كاظم ترى يعني خبويزي كمارة، بس مشكله المجموعه هذا حسين الحربي للحين ما سجموا مع الفريق يحتاجون وقت ما تجانسوا، بس صراحه مباراه حلوه. الشوط الثاني صراحه استمتعت، الشوط الثاني في من الفريقين في اللعب مفتوح كان وفي حماس وروح قتاليه، الشوط الاول كان الفريقين متحفظين، بس عندي نقطه انا تفضل اتمنى يعني عندكم اداري وايد يعني حماسه زايد يعني ممكن ياثر على اللاعبين، كان على طول هو اللي يروح يحتاج، فاتمنى يعني اتمنى منه ان يهدي اللي هو منه ما تعرف ما اعرف والله لابس درينك سوت هو مو يعقوب مشعل العتيبي مشعل والنعم فيه يعني اللي عارف انه من الاداري مجتهدين مبين حتى إيه لما حطوا جول راحوا لا 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 بالعكس هو مبين على حتى لاعبين يحبونه، بس انا اقول له اتمنى يكون هادي لان اللاعب داخل ملعب مباراه حساسه ما يبي يشحن إيه هو يعني الظاهر خبرته شوي بسيطه، فاتمنى يعني يهدي، وبالعكس بعدين في تبديل اللي سواه خالد الزنكي في شراكه احمد زنكي ما شاء الله، يعني التبديل كان صح، وشوف الهدف اللي سجله احمد الزنكي اقول يا القادسيه شلون تهدون اللاعب هذا شلون ما ياخذ فرصه هذا نادي القادسيه. طيب وهو ليش ما لعب من البدايه اللي ما في يمكن مجاز لا جاهز بالعكس بالعكس جاهز خطه مدرب مدرب لا انا عبالي انه قاعدين لا بعد المدرب عمه لا اللاعبين اللي عنده سرعه يحتفظ فيه المدرب لا ادري خلنا اقول لك يعني يقول لا خلنا اقول لك ادري مدرب لا انا عبالي انا قاعد اقول لك حتى احنا بالسابق على ايام ما شاء الله كان ناصر العمران عنده سرعه وعنده مهارات بس يبي الباك لما يتعب يتعلم لا انت مدرب لا عبالي انه يعني لا انا مو لاعب عبالي انه مو متمرن ولا شيء اما تكتيك مدرب صح بس مش عاد انا اقول لك كمان الشباب انا برايي حرام يطيح درجه ثانيه هذه رجوله نعم اللاعبين المميزين عندهم بس محتاجين المحترفين مالتهم تغيرون بس هو فريق مميز المحليين عندهم هذا المحترف هذا محترف عندهم المحليين وحتى الاحتياط سو ما يضيع مشكلته إيه بس هذا بس يهدج إيه لا يهدج بعد كنا واناني شوي كنا ما ياخذ الكره بروحه لا الاسمر المهاجم هذا اذا في مدافعين يقدرون يطردونه ينطرد لانه وايد تنرفز نفس طريقه كنا جمعه هذا ايوه وايد تنرفز يعني هذا بالنرفزه قد تؤدي الفريق طرد من لاعب او شيء يقلل من قيمه الفريق. طيب اخر تغريده قبل لا نروح حق الفاصل اخذ تغريده من اختنا او اخونا زهور الحب يقول شلونكم سلامي لابو علي والله يعطيه الصحه والعافيه وربي يوفقه ويسعده دنيا واخره مشكور او مشكوره والله يوفقك والله مهديني
لا خليني ارتاح. ما دام قاعد ويانا متوفق. لا ان شاء الله متوفق. ما دام ويانا متوفق. لا تحاد. خل نروح حق فاصل وبعدها سنعود. حياكم الله ويانا. بنروح حق القرارات التحكيمية الخاصة في مباراة كاظمة والشباب، لكن قبل القرارات خل نقرأ كم تغريدة. أخونا أبو محمد، الزعيم أبو محمد، عنده وجهة نظر يقول: واللي يمشي برنامجه على الكذب وتزييف الحقائق ويقلل من أندية كبيرة بحثا عن صدى وهو يعرف أن كذب في كذب، وش نسميه؟ والله يا أبو محمد ما يشرد عليك صراحه. يعني انت اليوم لما نبدي راينا في خطا تحكيم ولا فريق انظلم ولا هذا تزييف حقها، وجهه نظرنا. ممكن انت تختلف معاي، ممكن تتفق وياي، ليش تسميها تزييف حقائق؟ مشكور. عموما خارج السر بيقول: الحديث عن اخطاء تحكيم عادي، لكن عطيه طرحه مستفز. احنا عندنا جمهور مجنون ويجي عطيه يجنن العالم اكثر. هذا خطا ناقش، مو مشكله لكن بعقلانيه شوي. والله ما بعد شلون بعقلاني يعني. هو يتعمد بينرفزكم وانتم هدوا شانك اشتغل. لا ابو علي هو يقول يعني ناقش بعقله. يعني لما اقول والله هني انظلم الفريق، شو يعني شو اقول؟ شو والله كنا مظلوم شوي يعني كنا تصير عقلانية. والله انا من متين ارد عليك بالملعب، بس داخل الملعب. طيب بس ابو سعود فنروح حق القرار. ما ردنا على بندر. إيه راح ني بس خلينا نخلص قرارات تحكيمية وراح نتطرق لموضوع مباراة باكر او اليوم القادسيه والفاحيل، ناخذ رايكم فيها. خلينا نشوف اول قرار تحكيمي. طبعا المباراه ادارها الحكم عمار الشكناني. بنشوف القرارين في هذه المباراه. هذا قرار اول، احمد الزنكي اخذ كرت اصفر في الاحتجاج او اشتباك بسيط. ناخذ رايكم فيه، هل بس كرت اصفر؟ هل المفروض كرتين صفر حق الاثنين كمارا واحمد؟ شو تقول ابو علي؟ لا كرت حق احمد عادي. بس احمد بس احمد ترى كمارا طقه شوي كوع. شوف لا ما طقه كوع. لا شوفوها لا ما يعني ما لا بيلعب كره بيلعب كره. لا ولا لا الحين تبين بالبطيء، الحين تبين بالبطيء عشان نكون منصفين. هل كرتين صفر ولا كرت واحد؟ هذا اللقطه شوف هني ما فيها شيء. لا ما في. انت تقول كرت اصفر. ايه لا كرت. واحمد كرت اصفر. انا حتى اعتب على احمد. انت فايز 2-1. ايه والله فايز. هو طبعا حركه ايده عاديه كانت كمرة عاديه حتى بعدين لما دزه هم دزه ترى بعدين حطه بيلعب كره يا ابو سعود. لا حطه بيلعب كره احمد. بيلعب كره ما يصير. هو مغلوب بيلعب كره. ايه انت شو تقول بدر؟ انا اقول ما فيها شيء. بس كرت اصفر حق كرت اصفر حق احمدي. علي نفس الطريقه. كرت اصفر حق احمد يكون. طيب انا ما في. لا واحمد بعدين هذا يعني حتى المدرب انت يعني لو اللي صار شيء انت غالب 2-1 حق اسوي. لا تنفيذ مره ثانيه. خلينا نروح حق القرار التحكيم الثاني في المباراه، وهذه نقطه مهمه يعني حق احمد الزنكي. خلينا نشوف هذه النقطه هم يعني فيها شوي اثاره. مال هذا اللاعب يشوف يعني كان في ما ادري ملاحظه ان المفروض الحكم مع شوته اللاعب انه يوقف اللعب. بس البعض يقول لا ما دام هجمه وسريعه يمكن وقريبه من منطقه 18 فما يقدر يوقف اللعب. اي لا انا صعب اللي يوقفها بسرعه. هي اذا لا لو في وقت يوقفها لان الكره خطره امانه انه طاح، لكن انا اعتقد انه ما كان في وقت يمكن. وبنالتي؟ اي حاشد بنالتي. واحمد اي بلنتي. لا اتكلم ان هو ترى 18 صعبه يعني الحكم يوقف اللعب. يمكن مرات في لاعبين يمثلون فهو مشاه زين. هذا بنالتي اي بدون انذار. اي بدون انذار اعتقد لازم انذار، يعني لازم ينطرد احمد زنكي اذا ما اعرف شنو قانونهم، لانه هو عنده النار احمد زنكي والبلنتي ما ادري شنو تقول فيها انذار ابو علي؟ ما ادري شنو قانونهم تغير غانون. اعتقد عقوبه واحده. عقوبه واحده عقوبه واحده. لا
ابو بدر انا قاعد اقول بالعكس اللعبه كانت خطره جدا للاعب قد يكون اللاعب يعني طيحته ترى فقد الحكم على طول صفر صراحه يعني انا واللي ريحني ايش انه في اسعاف زين احنا كنا نطالب من الوجود حتى مالكاظمه راح الوجود هذا حتى العلاج الطبيعي مالكاظمه راح لا العلاج الطبيعي ما يدفع ابو احمد هذا بار متخصص مالكاظمه احترامي حق العلاج الطبيعي لكن هذا ليش ما طلعت الكره برا انا قلت حق انا قاعد اقول النتيجه بصوبته لكن اللعبة هذه إنسانيا هذا انت حباب على اللاعب من المفترض أن الحكم يصفر قد أكون الفريق الثاني ما أقدر أطلع الكرة لأن أنا مغلوب بدي دور الحكم هذا دور الحكم بس هاي دور الحكم مفروض يوقفها دام الكرة دش لأن الجدار باينة قد يكون لاعب وهاي أبو عبد السعود بعدين هذه إذا أعطي فرصة كاملة يمكن تروح حياة اللاعب هذه حق كامل لازم يتعلمون هالشيء ترى إحنا واحد قاعد عالم شيء واحد ما في شيء يوصفرون يتوقفون اللعب وواحد الكرة خضراء يخلي يطلعونهم الكرة ليش أكو بعض الحين الحكم هو يأخذ قرار على طول إذا خطرة كل لعبة خطرة مثل هذه بعدين باينه ترى بويه قدام وجريبه عليه احنا نتميز اهم شيء لازم نتميز باللعب النظيف مهما كان ليش ما طلعت الكره بعد انا بقول لك انا قلت لك انا لو بالملعب اطلعها برا لكن قاعد اقول لك اليوم اللاعبين قاعد يلعبون المباريات عدل ومغلوبين يبون خاصه داخل 18 عدل لا دور الحكم هذا دور الحكم هذه علي انا يعني لما قال لي ابو بدر هالامر هذا انه لو هو بالملعب فعلا يطلع الكره لكن انا لو كنت بالملعب ولاعب والكره سريعه وخسران 2-1 ترى صعب اني اطلع الكره لا دور الحكم بدون انذار دور الحكم دور الحكم انت اليوم لازم تحافظ دورك انك تحافظ على سلامتك لا ولازم علي حكامنا يدرسون هالشيء يعرفون هالشيء متى الكره الخطره تطلع الكره متى الكره اللي ما احنا في بعض الاحيان عايز يخرب اللعب كره على عاديه صحيح. وكرات الخطر انا عارف اللعب يعني شوف برا انت مو يعني يصفر يوقف اللعب اليوم 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 بلعبتهم بلعبتنا اليوم لاعب يرمى الجوتيه مطلع الكره برا شفتها يعني شاف الكره خطره ومثل هذا ما طلع الكره ليش اطلع الكره برا انا لا وهل مثل الكره خطره ما طلع الكره يلا طيب فنروح حق مباراه اليوم المباراه الثانيه توقعات الزملاء والمحللين وعتب القدساويه على المباراة أو خلينا نقول على إقامة المباراة رغم تقديم القادسية احتجاج للاتحاد الكويتي أو طلب تأجيل المباراة شو رأيك لا غلط أن تأجيل المباراة أما البطولة هذه مسوينها علشان بدون لاعبين المنتخب بدون لاعبين مسوين دورة تنشيط بطولة تنشيطية هذه يعني انت القادسية عين انت اذا انت نادي القادسية بالعكس لازم تستانس انه ماخذين 10 لاعبين منك مثلا كمثال فريق الاول وعشرة ولا خمسة ستة بالاولمبي وهذا فبالعكس يعني ما يصير انه توقف دور هاي بطولة تنشيطية يعني انه انت يعني حتى انت الحين نقول قادسية يمكن ما عنده لاعبين ها يقولك ما عندي لاعبين خلي لاعب اي لاعبين مباراة بالعكس هذه هم تعطي فرصة حق لاعبين ثاني لاعب 17 لاعب اي فريق مفتوح لهم ترى مفتوح لهم فرصة 17 وفريق يعني فرصة تعطي فرصة بس انت شنو يعني مشكلة ان القادسية عنده لاعبين 10 بالمنتخب هذا شيء زين بالعكس حق القادسية بس هاي البطولة حق بدون لاعب يعني مسوينها لاعبين بدون لاعبين المنتخب بس مو بس لاعبين المنتخب يقول لك انا ما عندي لا الاولمبي ما يعني ادري ايش شيء 17 عنده مباراه مسوينا حق لا يشاركون فيها يعني انت لو يسحب يمكن ما يقولون له شيء يعني لو يسحب ما يقولون له شيء لكن يلعب ما في عقوبه يعني بطوله تنشيطيه يعني انت الحين تقول لي انت بتكلم على الاتحاد يعني احنا نقول الاتحاد يمكن في بعض الاشياء ضد القادسيه انتوا اذا على كل شيء بتقول تخلوا الواحد حتى يشيك فيكم انه تقول كل شيء ضد القادسيه هذه بطوله ما لها شغل طيب ايش تدخلونا في ولا لها نقاط ولا لها نقاط في بعض الاحيان في بعض الاشياء في ما لها نقاط ما في نقاط يعني شوف يعني في اشياء تغريده حق حسن ابو الحسن يقول نظير مشاركه لاعبي القادسيه مع المنتخب الاول والاولمبي اضافه الى الاصابات المتعدده ستتكون قائمه الاصفر امام الفيحيل ضمن كاس الاتحاد 14 لاعب 11 اساسي 3 احتياط ما يخالف شنو المشكله هذا ما يخالف بطوله تنشيطيه ما فيها اي شيء لاعبوا خلي يلعبون شنو انت شايف ما فيها اي شيء 14 لاعب ما هي 14 لاعب خلي شنو المشكله انت ايش اللي صادف ان المنتخب الاولمبي عنده استحقاق والمنتخب الاول فاحنا نقول هذه بطوله تنشيطيه بس المشكله صار فيها مكافاه الحين الكلبي وبعدين متى يجون وبعدين في نقطه اخوي بندر يقول غيروا اللائحه على لاعب 17 لا
لاعب 17 يقدر يلعب. يقدر يلعب يلعب عادي مفتوح لاعب 17 لاعب خلي يلعب لاعب تحت 20. وبعدين هذه بطولة تنشيطية يعني ما اعتقد لها أهمية. لا يعني هل من معقول انت عندك تسجيل 30 لاعب تحت 20 سنة عندك اليوم نقول 7-8 بالمنتخب الباقي وينهم؟ موجودين مشكلة. لا في 3 و4 حراس صح بالقائمة. في 3 محترفين ما يربع. أنا أكمل لك في سعود المنتخبات. ليش قاطعني يصبر؟ خلنا أحلل لك أنا. تفضل تفضل. أقول لك أتكلم اليوم عن المنتخب الفريق الأول. الفريق الأول عنده بنش واجد من اللاعبين وعنده من المصابين. أنت اليوم تعدهم اليوم أنا موجود ويا عبد الله الحقان الله يصبح عليه بالخير. اليوم تمرنوا 12 لاعب عنده من الفريق الاول بس 12 لاعب عدل؟ نعم. خل هذا الصوب انت تاخذ من 20 5 6 لاعبين من تحت 20 او تاخذ 4 5 من 17 لكن انا سمعت انه 17 عندهم مباراه يوم اليوم ما يخاف اوكي بس 20 كم لاعب عنده بالمنتخب وايد عنده فلوس اغلب الفرق قاعد لا قاعد اغلب الفرق قاعد تلعب مع العرب يلعبون قاعد يلعبون ضد العربي على ابونا العربي ما عنده محترفين ما يخالف يلعب حكيك والعربي حتى الفنيل الخضراء يرد عليه يرد عليه حتى الفنيل الخضراء لا قيمه اي فريق صدقني شوف ما اقول لك انا طيب القادسيه انا اقول لك الصفراء شوف صبعي انت شوف صبعي وراح تشوف شوف صبعي الفنيل الصفراء لها قيمه وفعلا انا وياك اي نعم وبنادي العربي لها قيمه لكن قاعد اقول لك الوقت اللي فيه القادسيه الحين وفي حيل لا في حيل قدمك طيب
انت علي شو تقول؟ تعرفين وكذا بس. والله انا اقول جهازيه تفحيحيل افضل. نعم. عنده اليوم المباراه هذه مع القادسيه افضل اعداد حق مباراتنا مع ايوه مالت الدوري. معنويا راح تفرق معه. معنويا راح تفرق معه خاصه انه هو اليوم كامل راح يلعب كامل. ولكن القادسية فريق كبير طبعا. انتم منو تبون صراحه؟ اي فريق لا هم يبون فعيل. لا 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 يبون فعيل. لا ترى القادسية يكملون. ترى القادسية علي ترى القادسية يكملون حق النهائي. خلي يقول حق والله بالعكس اللي راح يبذل مجهود ويفوز بالعكس احنا بالاول بالاخير هذه مباراه نهائيه مفتوحه للجميع. نعم. ومباراه تنافس شريف ومثل ما قال ابو بدر اخوي الفايز نقول له مبروك. نعم. والخسران نقول له هارتك. وهذه رياضه يعني. وثانيا في نقطه ترى قالها ابو كرم بعد يقول لك او قلتها وين احمد زنكي عن القادسيه. لو لعبوا القادسيه مع الشباب الزنكي راح يبين لهم. قلنا احمد رمضان داز يقول ضيوفك يقولون لعبوا فريق 17 وفريق 17 ثاني يوم عنده مباراه بكاس الاتحاد الناشئ. يقول معقوله مدربين وطنيين يقولون لاعب عمره اقل من 17؟ لا 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 ابو علي يجون مباراه 17 حق القادسيه ياخذون لو يوم او يومين ما يجي. انا معك كلامه حتى لو ما عشان مو ما عندهم نقص القادسيه وفي امكانيه ان تقدر تاخذ 17 اجل مباراه القادسيه تحت 17. اليوم انا يمكن اسجل 16 لاعب اليوم. اليوم سجل انا 18 لاعب يعني لو عندي نقصانه عندي نقص من 15 لاعب انا ما اقدر اتصرف. معقوله ما لعب 17 شنو المشكله؟ الاعب اللي عندي اللاعبين الموجودين عندي 20 واكمل احتياط درجه الاولى. مو هم شنو الاخوان القدساويه يقول ليش اجلوا مباراه الكويت والشباب اللي اخر جوله مكان كاس الاتحاد تعاد بعد؟ اي ما ادري. لا قبل سفرتهم يقول اجلوها خلوها لاخر اجلوها اسبوعين او ثلاث. سعود اخر جوله الكويت الشباب اخر جوله اجلوها كلها حتى لا اجلوا مباراه مع السالمي. ليش اجلوها؟ يقول حب المنتخب اجلوها. هي مو بطوله تنشيطيه. اي اجلوها. هذا رد عليكم الغدساوي. يقول الحين انتم ما اجلوا غلطانين. انت خبط اجلون هناك وخلونا. ليش تاثر ابو سعود؟ ليش انت الحين ليش اجلت هني ابو سعود وهني ما تاجل؟ ليش لحظه اجلوها؟ اخر جوله انا برد عليك. انا مجلون الاتحاد كاس الاتحاد اجل مباراه الكويت. الكويت باي فريق لعب؟ اوكي ليش تاجلت ابو احمد؟ فريق 17 ليش تاجلت؟ ليش لعب اصلا الكويت مو مركز على البطوله؟ ابو احمد ليش اجلوها؟ ليش اجلتها؟ ليش الاتحاد مشكله تروح كلمه مشكله انت الاتحاد هو يحط لك الامور. لا بس ابو سعود اللي تخلي الناس ما يخالف تشك وتفتح الباب. ما يخالف اجلوا كل. لا لا ليش تاجلها؟ ليش اجلتها؟ انا اقول لك ليش. انا ليش؟ لان دخلوا لعبتين من الدوري بوقتها في اشياء من كذي اجلوها. هذا منطقي. انا بقول لك انا لاعب. لا 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 مبادر ما يخلي ابو سعود. حسب اللي قالوه ان الكويت عنده بطوله اسيويه. لا اوكي ابو سعود احنا مباراتنا شفت الجوله الاخيره لعبنا مع الكويت ثاني يوم سافر. ادري زين قبلها شنو ليش تاجلت؟ دوري لعبنا ما يخال تاجل حق الكويت. الكويت مركز ما لعب ما يبي البطوله هذه. فريق 17 انا اقول لك اوكي ما يخال الاتحاد اجل عشان الكويت. الكويت هسه مو مركز على البطوله. لا اجل حق البطوله. خلي يوضح صح. انا بقول لك لا خلي يوضح. ما اجلها. لا انا ابو بدر معاك. انا اسلمك. شوف خلاص خلي يوضح الصيجه. شوف كاس الاتحاد حاطين جدوله وحاطين بينه الدوري العام. ايه دوري فيفا. احنا باللعبه الاخيره اللي لعبنا. لحظه ابو بدر لحظه. تفضل. انا احط لك الجدول الحين. حط جدولي. متى لعبوا اخر جوله بكاس الاتحاد؟ لا خلها انا لعبت قبل الكويت والشباب. شوف كاهي على الشاشه 23 يناير 2019 صح؟ يناير اخر كاب الجدول 23 يناير. متى لعبوا الكويت والشباب اخر جوله؟ متى اللي كانت حاسمه اللي هي تحدد الكويت او الشباب يصعد؟ 8 مارس. يعني كم شهر وعشرة ايام كلنا ترى. شوف الدوري انا فاهمك. شوف ليش اجلته؟ ليش ليش الدوري؟ ليش الدوري؟ لعبنا فيفا جولتين. خروا حق الدوري لحظه. لعبنا الدوري لحظه. اجلوا ها الكويت ما لعب لاعبينه.
ما نتكلم يا ابو احمد انا اتكلم يا ابو احمد خلي دش على الدوري ابو احمد في شيء هو خلي يوضح شوف الدوري شوف الدوري لا خلي يوضح وعلي اهم النيه شوف الدوري عشان الكويت عشان يصعد شوف مو عشان الدوري مو يقول عشان الدوري نعم 23 يناير زين متى لعبت انت الدوري 8 فبراير لا لعبت 5 انا قهوه هذا الجدول انا لعبت 5 8 فبراير 8 فبراير لعبت 8 فبراير لعبت 5 لعبنا 5 يا حبيبي يا حبيبي ما اتكلم اي موجود قهوه يا طويل العمر هم الحين 23 واحد وقفوا كاس الاتحاد صح متى لعبوا الجوله مالت الاخيره هذه مالت لعبنا 3-2 درجه متى لحظة يا بني يا بني آدم يا رجل 29 و5 احنا دوري متى لعبتوا الكويت والشباب؟ الكويت والشباب تونا قلنا تو قلناها 23 8 8 3 8 3 اي صح انت إيه؟ تقول خلال هالفترة لعبوا دوري صح؟ اي لعبنا دوري متى الدوري؟ 8 فبراير الدوري 5 3 لعبنا دوري يا كاهو الجدول عندي 8 فبراير هذا هذا الدوري دوري ممتاز 8 زين انت 23 يناير 8 خليته ليش اسمه 8 فبراير لعبنا 29 احنا ولعبنا 5 3 يا ابو بدر اتكلم كاهو هذا الجدول عندي انا كاش متى لعبت كاهو 8 فبراير الشباب والعربي لاعبين انت غير بطلع شوف الشباب والعربي متى لعبتهم عدلوهم شو عدلوهم عدلوا هذا شوف 5 3 لعبنا الكويت الشباب وكاظمه نعم وغلبت 8 اي و فبراير فبراير يا علي شيك 8 فبراير انت مع العربي لاعب وفايز عليك العربي 1-0 احنا ما انت احنا نتكلم الحين شرط هو قاعد يتكلم عن من 23 واحد ل 8-3 خليت مباراه الكويت في الشباب اخر جوله اللي هي كانت الحاسمه يعني يلعبون مباراه خارجيه عندهم يا ابو علي انت مو تقول مباراه هذه بطوله تشيطيه ايش حق تسجلها بس عنده كاس الاتحاد يمكن تصادف وكاس الاتحاد يا جماعه انت الحين توكم تقولون ما لها شغل هذه تشيطيه وهذا خلي لاعب ان شاء الله 17 بس دولي الحين هني تقول لا يصير دق على جمهور الهلال الحين في جوله واحده اجلوها اخر شيء انت الاتحاد قاعد يسوي هالامور اجلوا الدوله والناس خلونا نتكلم وبعدين تقولون الغاسيه والكويت اثنين يا حبيبي انت مو تقول بطوله تشيطيه لا خل اكمل انت مو تقول تشيطيه خل اكمل لاعب الاحتياط لاعب 17 مو قاعد تقول حق العالم انت مو تقول بطل الاتحاد بس خلاص لا 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 لعبوا 17 منو الكويت الكويت لعب ليش ما لعبها الجوله ليش ما لعبها مو لعب 17 في مباراه للاعبين الدوري مو يبي لعب 17 انت تقول اي اي ليش ما لعبها الجوله لا عنده دوري دوري لعبنا عنده حاط لك جدول انتوا بس تدافعون عن الخطا بس تدافعون عن الخطا عن الجدول ما جدول خاف تقول انه والله لا خلاص خاف بين تخاف بعد شوف 5-3 طيب ونس نفسك واضح تخاف بعد شوف ما تدري عن خطا عشان والله علي قال في اذا فعلا لعب اجلوا الجوله معناته مخطئين الاتحاد بس احنا 5-3 لاعبين مباراه مع كاظمه لعبنا 29 لاعبين 29 لاعبين لاعبين 29 مع السالميه 8 فبراير علي انت لاعب احنا نتكلم من 23 واحد لما وقفت الجوله الاخيره مالت كاس الاتحاد وخليتها ل 8-3 ليش العبها ليش خليتها واقفه كذي ما يصير الاتحاد يسوي هالحركات وبعدين يقول لك والله لا لا مو غلطان انت غلطان في مباراه مسعود مسعود اذا رد لا 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 مسعود انت مو حقاني صراحه والله انت مو حقاني مسعود هو احكيك والله اقول لك شيء مو انت لا لا مو حقاني ابو علي ابغى اقول لك شيء مسعود لجنه المسابقات اقول لك شيء انا الحين بلعب مع كاظم 28-3 ها كاس الامير كاس الامير متى بلعب لعبتي انا لاعب 28 قبل كم اسبوع راح العب بعد شهرين اخر لعبتي بالدوري شغلهم كله غلط الاتحاد احنا عارفين تعال زين انت طيب. تعال لحظه بس والله ما اصبر اصبر على كيفك شنو وبعدين هذا بعد انت تبي تعرف الاتحاد غلطان وتخبط اكو يطوف اكو واحد يطوف رمضان كاس الامير احلى وقت خاصه باول ايام قبل العشر وعلي قلتها بالحلقه مباريات لا واليوم رمضان ارجع حق السين اللي ارجع حق السين قبل احلى مباراه رمضان جمهور وكل شيء يطوفون يسوونها مشكور محمد كرم مشكور ممنون عبد العزيز مشكور منصور مشكور عليك مشكور وصلنا الختام شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه كويت تريد بن العميدة طياب المرشود مطعم التسيم مطعم كنافة عجين دير اندير معرض مرمين سبورت وكلاء جيفوفا وزيوس في الكويت ومطعم التسيم مطعم سيامي وسطى نلقاكم باكر مع السلامة.